اكثر، راح تتاثر فيها السيل والتشو. الهوست هو نفسه، شنو حالته الطبيعيه، حالته الميديكال كونديشن زين. والفاكتر هنا تابعه لانجرس ايجنت، بيرتيننج للانجرس ايجنت، يعني طبيعه الانجرس ايجنت هو شنو هذا الطبيعه مالته. هل هو يعني مجرد مثلا شكت ابره وراحت، هاي الاكستنت مالته ايش قد، يعني مجرد شيء لحظه لو لا فتره طويله، مثلا انه يتعرض مثلا للراديشن، راديشن مثلا فتره طويله هو متعرض شلون، يعني مثلا لاشعه الشمس فتره طويله، وهذا اكيد هاي كل ما يتعرض فتره اكثر راح تتاذى الخلايا اكثر، فهاي طبيعه الانجرس ايجنت والاكستنت مالته. types of cellular responses to injury. بس رح نبدي ندخل اعمق بعد الخلايا شلون يصير الريسبونس مالت هاي الانجري. انطباع ان المهاره زين، مركزين صوت شي قطع بس اذا تقدرين تعيدين شنو قلت. مو يقطع بس وش دكتور، السماعه يمكن بيها فتح خلل او فد شي. اوكي اروح اجيب غير السماعات تفضلون. ماشي ماشي. اوكي هسه تسمعون احسن لو لا؟ هسه انا بدون سماعات اي هسه واضح ما بيش احسن اوضح يعني؟ اي اوضح. اوكي لا هسه التايب اوف سيلولار ريسبونسز تو انجري. هنا الخلايا شلون يصير لها ريسبونسز لانجري؟ ممكن يصير بها سيلولار ادابتيشن، ممكن ريفيرزبل سيل انجري، ممكن ريفيرزبل سيل انجري، وممكن انتر سيلولار اكيوميليشن. فانتوا اذا تعبانين لو لا، انتوا جبتوا محاضرة قبل مو؟ اي دكتورة ايش قد طولت المحاضرة؟ ساعة ونص تقريبا. اوكي يعني نمشي عادي، شو وقت ما تتعبون قولوا احنا، ها هي بعد ما نستوعب اوكي ماشي. يعني مو مشكلة. اقدر انا هسه انتراسيلر اكيوميليشن انا سويت لكم اياها محاضرة ثانية يعني، لانه اعرف تعبتوا، بس انا مشيتكم بس هذني واحد اثنين ثلاثة. إذا شفتوا نفسكم تعبانين يعني مو مشكلة، أدمج ثلاثة ويا أربعة. اوكي اوكي أوكي. بس السيلر أدابتيشن. السيلر أدابتيشن شنو معنى أدابتيشن؟ أدابشي أدابتيشن تكيف أدابتيف يعني يعني. تكيف 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 يعني. بالضبط. بالضبط التكيف. هاي الخلية هنا لما تريد تتكيف، هي هاي تشوفون الصورة قدامكم. بس راح أطلع لكم إياها. هاي الصورة. هاي هي النورمال سيل. النورمال سيل هنا من راح تتعرض للستريس، ممكن هذا الستريس يخليها تصير اكبر، يسموها هايبرتروفي. ممكن هذا الستريس يخليها تصير اصغر، تصغر تنكمش، او ممكن يزداد عددها، وممكن يتغير شكلها من شكل الى اخر اللي يسموها الميتابليجيا، او ممكن يصير عندها ديسبليجيا. هسه راح نجي على وحده وحده. هاي هنا همتين المخطط التوضيحي يحكي لكم على كل الحكي، هو هذا اللي احكيه هسه كله من بدايه المحاضره للنهايه. فاول واحد هو الهايبرتروفي. الهايبرتروفي يعني صار فد سيلر ستريس، هذا السيلر ستريس حيؤدينا الى حدوث انكريز بالسايز مال انديفيدوال سيل زين، وبالتالي انه كل الاورجان راح يزيد حجمه، مثل اللي تشوفون هذا اللاعب الرياضي. هذا اللاعب الرياضي هو راح يصير عنده الستريس، هو شنو؟ هو الاكسرسايز. اوكي وياي ان شاء الله. اي دكتور اسمعك. اي وياك. الستريس هو الاكسرسايز. انتوا اكيد الولد تلعبون هواي رياضه وتعرفون هذا الشيء، فمن تلعب رياضه اكيد راح تحس بوجع بالبدايه، لانه هسه انت تتعرض العضله مالتك، تتعرض الخلايا بيها الى ستريس. هذا الستريس راح يؤديها الى حدوث زياده بحجم الخليه، زياده بالسايز مالتها، بس مو زياده بعدد الخلايا، يعني تبقى هي المصل نفس العدد مال الخلايا بيها بس تكبر. اوكي كذلك عندنا مثلا البيشنت اللي عنده هايبرتنشن، الهايبرتنشن وكذلك البيشنت اللي عنده هارت ديزيز، هذني كلهم يحتاج يعني يقوم المصل مالت الهارت تقوم تدفع، تحتاج اكثر بعد شغل، فالهارت ممكن يصير بيه هايبرتروفي يتضخم.
يصير عندهم تضخم في القلب. اوكي، النوع الثاني اللي هو اسمه هايبر بليجيا. الهايبر بليجيا معناها زياده بالعدد. هسه مثلا هاي اول مجموعه، هاي الخلايا الطبيعيه، وراها الهايبرتروفي، وراها الهايبربليجيا. الهايبربليجيا هو زياده بالعدد، هو ليس بزياده بالحجم. هذا هو الفرق بين هايبرتروفي وهايبربليجيا. الهايبربليجيا شو وقت تصير الهايبربليجيا هاي؟ مثلا نشوفها بحاله المريض اللي هو مثلا مثلا شلون عنده، يعني مثلا الحامل اللي صار عندها زياده بالبريست، زياده بالجلاندولار ابيثيليوم، سواء باليوتراس او بالبريست، بالبريجننسي، بالبيوبرتي، راح نشوف عندنا زياده بعدد الخلايا. فهذا نشوفه يعني مثلا فد مثال. مثال ثاني بالفيرال انفكشن. فيرال انفكشن تزداد عدد الخلايا مثلا حتى يصير عندها المهمه الدفاعيه، فتزداد اكثر بالفيرال انفكشن. وكذلك بالكانسر، كانسر سيل، الكانسر يقوم تريد اكثر يصير بها بروليفريشن فيكبر الكانسر، فهذا يصير بها هايبربليجيا، زياده بعدد الخلايا. اوكي، بس وراها شنو عندنا؟ عندنا الاتروفي. الاتروفي معناها يقل السايز مالت الخلايا. هذا شلون يقل السايز؟ عباره عن السبستنس مالت السيل تبدي تقل، فبالتالي يقل الخلايا. هاي هنا نورمال، تشوفون الفرق نورمال الاتروفي شلون شكلها، والهايبرتروفي والهايبربليجيا اللي احنا اخذناها قبل شوي. هايبربليجيا زياده بالعدد، هايبرتروفي زياده بالحجم، اتروفي هو بالعكس قله بالحجم. زين، تصغر الخلايا يصير بها شرينكج. شو وقت تصير هذا الاتروفي؟ مثلا واحد صار عنده مثلا شلل، فهذا يصير اموبلايزيشن بعد بالمنطقه اللي هو صار بها شلل، سواء بالابر لمب او باللور لمب. فمثلا هاي الرجليه مثلا اذا صار بها شلل، تشوفون صاحب الشلل ورا فتره صار رجليه ابالك تصغر تضعف، منتبهين هذا الشيء يعني؟ او العده ايده مثلا صار بها شلل بعدين تقوم تضعف تصغر ابالك، السبب انه ما يحركها، فالخلايا صار بها اتروفي. اوكي، لوز اوف انرفيشن ايضا هاي قلناها، لوز اوف بلاد سبلاي هم تاثر بيها، النيوتريشن كله راح ياثر بيها. وكذلك بحاله عندنا الايجينج لاحظوا احنا يعني كلتنا من يصير نشب يعني بعمرنا، ونصير يعني توصلون يعني ان شاء الله يعني عمركم الطويل، من يوصل عمركم ل40 تحس يعني عند الحد ال40 انت الخلايا ما تاكلها يعني فتوه يعني فتيه تصير، بس ورا ال40 يبدي شوي شوي يصير ديكلاين، يبدي يصير اتروفي. هذا اتروفي طبعا راح يشمل كل انواع الخلايا، يبدي يصير اتروفي. حتى بالاميون سيستم تشوفون هسه مثلا جماعه كورونا وهاي يقولهم يخافون على اللي عمره كبير، لانه الاميون سيستم مو مثل اول شيء كان شاب يعني، فكلها صار بها اتروفايد بسبب الايجينج. زين، هسه هنا هاي قدام مثال، هذا النورمال برين، وهاي هنا اتروفي اوف برين للمريض، هنا العمر 82 سنه بسبب الاثيروسكليروسس. تشوفون الفرق بالحجم مال البرين. بعد الميتابليجيا، الميتابليجيا هنا الخلية راح تتغير شكلها. تشوفون شكل هاي الخلايا، هي عبارة عن هاي هنا الخلايا respiratory system، هاي الابثيليال respiratory، هاي السيدوكولومينار والسمبل كولومينار ابثيليام اللي هي مغلفة التراكية. من مثلا البيشنت هو مثلا يدخن سموكينج، هيفي سموكينج، فهذا الهيفي سموكينج تحاول انه هي طبعا سيليتد، تحاول السيليه انه يعني شو اسمه توخر السموكينج يعني التبكو، وما دا يروح يعني يبقى عندها الاريتنت باقي، فهذا الاريتيشن دائما يظل راح يؤدي الى تغيير نوعيه الخليه، راح تتغير الى نوعيه خليه تقاوم هذا الاريتيشن اكثر، فراح تتغير من سمبل سيريتد كولومينار ابثيليوم الى شنو هذا قدامكم؟ شو تغيرت؟ شنو صار اسمه؟ سكويموس ابثيليوم. اوكي، اوكي واضحه؟ اي ترى واضحه.
فهمت الفروقات هاي بين هايبربليجيا واتروفي وميتابليجيا؟ واضحة الفروقات؟ نعم دكتورة. اوكي. بس دكتورة السؤال يعني هي هاي الادابتيشن ممكن يصير ريفرسبل يعني؟ ممكن شلون؟ يصير ريفرسبل يعني ممكن نخليها ترجع لوضعها الطبيعي؟ اي هذا ترجع لوضعها طبيعي لحد الان هذا ريفرسبل. لا يعني وين الادابتيشن اللي سوته؟ ممكن ترجع لوضعها؟ لحظة. اي نعم ترجع لوضعها، يعني هنا مثلا هذا البيشنت اللي هو سموكينج، اذا يقطع السموكينج ترجع طبيعية، الا اذا ما صار بها غير شيء، الا اذا متحوله ديسبليجيا. يعني هسه مثلا عندنا امراض مثل تضخم القلب، هذا ما يرجع طبيعي. هذا ما يرجع طبيعي، هذا ليش ما يرجع طبيعي؟ انت قولي ليش ما يرجع طبيعي؟ هو صار عنده تضخم، ليش ما يرجع؟ لانه راح يبقى الاندرلاين ديزيز باقي. ليش صار عنده التضخم؟ غير اكو عنده اندرلاين ديزيز هايبرتنشن مثلا، مو صحيح؟ نعم دكتوره. اي بس هسه راح نمشي بالمحاضره. هسه احنا هذا كله اسمه ادابتيشن، هذا بدايه الستريس. اوكي هسه الستريس مشي اكثر، هسه راح نوصل الى ريفرسبل. هو احنا صار عندنا ستريس وصار عندنا ادابتيشن، مو صحيح؟ نعم دكتور. زين هسه انا هذا الستريس بقى، هسه انا قاعده كاتبه لكم هنا if the harmonious او harmful injury صار short duration فالإفكت مالته حيكون reversible. اوكي اما اذا الإفكت مالته بقى حيصير irreversible. هسه راح نفهم شنو الفرق بين الريفرسبل وبتوين irreversible. اول شيء irreversible هنا ايش راح يصير بالستراكشر، بالالترا ستراكشر مالت الخليه، ايش يصير بيها؟ يصير اول شيء decrease بالجنريشن مال ATP. الخلية هي شلون تتحرك، شلون تشتغل إذا ما أكو ATP؟ تعرفون هي كل شيء تحتاج طاقة، كل خلية تحتاج طاقة، هاي الطاقة حتى تسوي الميتابوليك برودكت مالتها وتتخلص من الوست برودكت مالتها، وحتى شنو بعد تسوي الوظيفة مالتها. شنو وظيفتها اللي هي عايشة عليها؟ هي شنو وظيفتها؟ وظيفتها هي دفاعية تحتاج إلى ATP. وظيفتها شنو؟ وظيفتها تنتج بروتين ايضا تحتاج ATP. فبهالحاله الATP من يصير يقل راح ياثر على شنو؟ الخليه. الATP جنريشن ما راح يعتمد على الاكسجين، فالاكسجين هنا من يقل بحاله الاسكيميا او بحاله الهايبوكسيا راح ياثر على الطاقه، راح ياثر على السيلولر ATP، فهذا الهايبوكسيا قلنا حياثر عليها. فممكن انه مثلا يعني الخليه فقط بها هايبوكسيا، يعني فقط الاكسجين متاثر، تعرضت فقط الاكسجين متاثر مو اسكيميا. فبهالحاله ايش راح تقوم؟ راح تقوم يعني انه تنتج الاي تي بي عن طريق الاكسديشن، يعني تقوم يعني تاخذ الاي تي بي مالتها عن طريق يعني مثلا الاكسجين ما تحتاجه، تقوم تاخذ الانيروبيك، الانيروبيك جلايكوليتيك اي تي بي، تقوم تاخذ الجلايكوجين الموجود بها المخزون وتقوم تحرر من عنده الطاقه. فبهالحاله راح يزداد بها اللاكتيك اسيد، اوكي، وراح يقلل البي اتش. اللاكتيك اسيد راح يزداد الوست برودكت بها، والبي اتش مالته هنا راح يقل، حيصير حامضي، حيقل البي اتش. من يقل البي اتش؟ هي شكو بداخل الخلية؟ اكو بروتينات، اكو رايبوسومز، اكو بروتين دي ان اي والار ان اي، هذني كلهم بروتينات، فهاي راح يتاثرن بقلة البي اتش وزيادة الحموضية مال اللاكتيك اسيد، فيصير بيها كلامبينج للنيوكليير كروماتين. كلامبينج يعني شنو؟ يعني شلون ابالك يعني شلون اوصل لكم اياها؟ كلامبينج يعني مثل الدستركشن يعني؟ لا مو ديستراكشن، بس اول شيء هاي بعد ما صار ديستراكشن، هنا شلون صار؟ ابالك تجمعات، تكتلات، كلامبنج، شيء ابالك تكتلات بالدي ان اي. شلون؟ ها يعني شايفين احنا مثلا من نريد نفور حليب، شايفين الحليب من نريد نفوره ايش راح يصير بيه؟ حيصير بيه تكتلات، صار متجبن، احول الحليب الى جبن،
فوره يصير بيه تكتلات، تجبن بالبروتينات، فهاي بنفس الشيء راح يصير تجبنات، ايش تجمعات تكتلات بالبروتين. اوكي، فخلي اعيدها حتى تفهموها، اعيدها. لا دكتورة واضحة. واضح. اكو بعض انواع الخلايا مثل المايوكارديوم، الكيدني والسنترال نيرفس سيستم، هذين كلش تعتمد على الايروبيك، تحتاج ايروبيك. فاي اي خلي اي يعني نقص بالاكسجين والاي والاي تي بي كلش بتتاثر، خاصه السي ان اس. اوكي، بدني حيل راح يتاثر المايوكارديوم، الكيدني والسنترال نيرفس سيستم. فهنا احنا قلنا الانتراسيلر لاكتيك اسيد راح يزداد، الاسيدوسز راح تزداد، البي اتش راح يقل، وكلامبينج اوف كروماتين. هاي انا هنا اعيد لكم اياها مره ثانيه، وهاي هنا أنا مجرد شرح مره ثانيه حتى تفهمون شلون ده تصير. بعدين هنا ايش راح يصير بالريفرسبل، هذا هنا الشكل مالتها، الشكل هنا المورفولوجيكال تشينج ايش راح يصير بالخليه. هاي دامج تو بلازما ممبرين مامبس، هنا المورفولوجيكال تشينج هاي لا تنسوها. هاي من اقول لك المورفولوجيكال تشينج عدد لي اياها، هنا تبدون تعددون دامج للبلازما ممبرين بامب ميكانيزم. فايش راح يصير بيها؟ تشوفون الخليه هاي نورمال شلون شكلها، شكلها النورمال. حيصير الخليه ايش تحتاج حتى يعني انتوا اكيد ماخذيها بالفيزيولوجي، ماخذين صوديوم بام بوتاسيوم بام ميكانيزم اللي هو ايش يسموه الاسم ثاني، الاسم ثاني تذكروه، هي شو تسوي، هي تطلع الصوديوم مو وتريد بوتاسيوم، شو يسموه هذا، هي هذني الايون شانلز قصدك اللي موجوده بال اي بالضبط، يعني أي. شنو كان اكو ديفيوجن وبعد ها الطرق الاكتيف ترانسبورت يمكن هميه عافيه. فهو هذا الاكتيف ترانسبورت، هذا الاكتيف ترانسبورت هو راح يتاثر. اوكي، الخليه تحتاج الاكتيف ترانسبورت، هذا الاكتيف تحتاج طاقه، وهو الطاقه عندها صار بيها خلل ما تقدر تنتج طاقه، فالاكتيف ترانسبورت انضرب عندها. زين، فايش راح يقوم؟ يقوم يتجمع بداخلها الووتر، انتراسيلر ووتر راح يتجمع، فراح يبين على شكل هايدروبيك، يسموه هايدروبيك سوالينج. تشوفون الخليه هنا نورمال طبيعيه مربعه، وبعدين صار بها الهايد هايدروبيك سوالينج، حيصير عندها زياده انتراسيلر ووتر. هذا طبعا هنا بسبب صار ديستربنسز بالكالسيوم ايون بالصوديوم ايون، اذن يكونها صار بها ديستربنسز، وراح يصير عندنا يعني بهالحاله راح يصير ينضرب الكالسيوم ايون اكستشينج. زين، راح يتجمع هنا صار تجمعات ووتر. هاي اول شيء اللي هو البلازما ممبرين بامب دمج له، فيسموها هيدروبيك سوالينج. بعدين حيصير عندها ريديوس بالبروتين سينثيسيس. احنا ايش قلنا؟ قلنا الـ ATP راح يقل، الأكسجين راح يقل، وهذا كله راح يأثر لنا على البروتينات والرايبوسوم اللي موجودة بداخل الخلية. فهنا راح يصير عندنا البروتين السينثيسيس مالته بالجولجي أبريتس راح يقل، والرايبوسوم الموجود راح يصير بها ديرينجمنت، هم راح تتأثر لأنه مثل ما قلنا الـ pH قل وراح يأثر عليها. فهاي الشيء الثاني هاي الهيدروبيك بروتين سينثيسيس. وهاي دكتورة دكتورة مرخصتك، هو يأثر على الرايبوسومات يعني يأثر ري ارينجمنت يصير لها لو ديستراكشن لو شنو يعني؟ يعني هو مزاد الاسيدوسز بداخل الخلية، ايش راح يصير؟ يعني شنو نوع الضرر اللي راح يصير؟ يعني شلون يصير التجبن البروتين، يصير بيها كأنما تجبن، يصير كلامبنج، يعني لامبق يعني تجمع هيك كأنما وحدة لاصقة باللخ وحدة لاصقة باللخ بس ما بيها فانكشن. يعني وإذا الرايبوسومات صارت هيك وحدة بصف اللخ، مو هي أصلا وحدة بصف اللخ، هي وحدة هي أصلا وحدة بصف اللخ بس ما بيها عمل، هاي حصير بدون عمل. اه يعني تفهمي البروتين
عافية. هو شنو مهمته؟ هي بروتين، هو بروتين، هو المهمة مالتها هي بروتينات. هو راح تصير هاي البروتينات توقف عملها، يوقف بدون عمل، اوكي لأنه شنو؟ لأنه البروتين حتى يشتغل يحتاج له فد يعني environment مناسب، فهنا الـ environment عندها كلها تخربط، بعد ما راح تشتغل البروتينات. بس هذا لا تنسى إنه هذا reversible، لحد الآن هو reversible. أوكي؟ ما اوكي مات، ماشي بعد الخلية بعدها ما ميتة، هذا كله reversible، بعدها الخلية ما ميتة. هاي هنا الـ morphological change بالـ reversible cellular injury اللي هي الهايدروبيك تشينج، هايلين تشينج، ميوكويد تشينج، فاتي تشينج، ستيتوسز. هاي كملخص كلها. زين، ميوكويد دكتور، هاي تشينج، عملي يعني تعتبر هايلين تشينج يعني شنو؟ يعني هاي مثل ما تشوفون زيادة بالإزينوفيليا، زيادة باللون دكتور هاي الوردي، عملي تعتبر السيدات هسه؟ هذا عملي. اوكي أوكي، هسه هذا عملي. هذا مثلا اجيب لك بالامتحان، هذا شنو؟ هذا اشر لك هذا شنو؟ هذا مثلا الابيض هذا اللي موجود، هذا فاتي تشينج ستيسوسس، هذا الابيض المفروض ماكو هاي الخليه هيك كلها، هالبياض هذا المفروض ما موجود هاي بها البياض، فهاي فاتي تشينج ستيتوسس بالليفر. زين، وهنا هاي راس البادي، راس البادي هاي شنو؟ هاي اللي تشوفوها لونها وردي، هاي راس البادي هي عبارة عن بروتينات متجمعة بس بدون عمل، هاي ما بها عمل. فهاي الراس البادي هو يعني مثلا من افحص تشو اشوف هاي الراس البادي اعرف انه هو متعرض لستريس سابقا، هاي علامة انه هذا التشو متعرض لستريس سابقا، بس يجوز هو رجع يشتغل بس بقت بهاي شلون يعني، خلينا نقول وصمة. اوكي، دكتور، لو باقي على ستريس احسن، شنو هاي الوصمة؟ وصمة وصمة يعني يعني نطخ على وجه هذا التشو خطية انه بقت انه صاير متعرض لستريس قبل. فمن تجي تفحصها، من تجي تفحصها بالسلايد راح تشوف انه باقي قدها، يعني تعرف انه متعرض لستريس سابقا. اوكي، هاي هنا مايكسويد ماتيريال. مايكسويد هي عبارة عن مثل ما تشوفون هاي المايكسويد شلون يعني الكولاجين فايبر صاير هواية، فهاي المايكسويد ماتيريال. زين، هذين كلهم من ضمن المورفولوجيكال تشينج اوف ريفيرسبل سيل انجري. كل وحدة حاطط لكم سلايد شنو معناها. هذا الفاتي تشينج معناها زيادة بالفات، وهاي راح نشوفها بالليفر سيلز، وهاي راس البادي ممكن تنشاف بأي تشو بس يكون متعرض لستريس، وطبعا هو أكثر شيء هي راح تصير هاي راس البادي راح نشوفها مثلا ممكن بالبرين، يعني راس البادي. الميوكويد أو المايكسويد ماتيريال اللي هي نفسها هاي اللي هي راح تشوفون بها تجمعات كأنما فد يعني شلون كأنما فد ألياف متجمعة هيك يصير بيها هذا الشكل. هذا كل هذا ريفيرسبل، بس الخلية تعرضت ستريس صار بها أدابتيشن، بعدين بقى ستريس صارت بيها لحد الآن شوي زادت صارت ريفيرسبل، بس ممكن تصير ريفيرسبل إذا كان ستريس زيادة عن حده كلش هواية، ما تقدر الخلية انه تقاوم هذا الستريس بعد، فالالترا ستراكشر بداخلها راح تتأثر اكثر، راح يتأثر الممبرين، راح تتأثر الميتوكوندريا، وهي هاي اهم التأثيرات طبعا، وبالاخير طبعا الدي ان اي راح يتأثر. فاول تأثير هو الممبرين والميتوكوندريا، تنظر بالميتوكوندريا والاي تي بي، وبعدين اخر شيء طبعا الدي ان اي هم راح يتأثر. تريدون هنا ترتاحون ونكمل بعدين يعني على المحاضرة الجاية؟ والله أحسن يمكن حتى لحق نقرأ يعني مباشر، بس مباشر عندنا نثبت محاضرات. بس تغير الجدول مالتكم يمكن مو؟ قال لكم التغيير؟ إيه. ظلت احنا محاضرتنا يا يوم الخميس؟ الباثولوجي إيه الخميس، خميس ساعة ب 12. سابين صالح. ب 12. ما
12 الظهر؟ 12 الظهر اي اكيد 12 الظهر، ما 12 بالليل، انا 12 اللي شبعان. اوكي 12 الظهر يوالمنا ان شاء الله، مو اي عادي ماك مشكلة. ان شاء الله. هسه اللي هنا انا راح اوقف المحاضره. دكتورة بس سؤال سألت شادي شو مرة قلت عبد المحاضرة الجاية اي والله نسيت بتذكرني بيه. هو هسه مال فروزن سكشن بالضبط انه الفروزن سكشن ليش يعني نستخدمه، ليش بدنا نجمدها، ليش مو قبل اي نفحصها. بالضبط سألتني هو كان سؤالك محمد، بس انت لو سؤال الهواية لا يعني مجموعة أنا. اي طبعا هذا السؤال كلش حلو وسؤال كلش يعني ما الواحد منتبه المحاضرة كل الزين. اني اكو فرق بتوين يعني البايوبسي العادي اللي اني اخذها، هسه مثلا من اني اروح اسوي زرع للانسجه، زرع انسجه مثلا يجيبوا لي تيشو حتى ازرعه، Right. هذا اني شو اسوي له، وين احطه؟ يعني حتى حتى احط، فد شي بارد لا اني من اريد احطه بالسلايد حتى افحصه بالسلايد. ايه شلون اني افحصه بالسلايد؟ احتاج اني احطه بالفورمالين، سامعين بيه؟ ها لا احطه بالفورمالين. اني راح انطيكم اياها هاي محاضره البايوبسي راح ناخذها ان شاء الله، ماشي محاضره انه تفتهمون بيها شلون اني اجيب اسوي زرع للتشو. اني هسه يعني مثلا جاك هسه بيشنت عنده فد ورم بوجهه، فانت تريد تاخذ من هذا الورم وتزرع تشوف شنو بها الورم حتى تشوفه بالسلايد. فاني هذا الورم من اجيبه احطه بالفورمالين، اكو فد نسبه معينه من الفورمالين، هاي الفورمالين تسوي لي فيكسيشن، تسوي لي يعني بريزرفيشن للسيال، تحافظ لي على الخلايا بعد. اوكي اوكي هسه انتو يمكن صف اول وصف ثاني ما رحتوا تشريح، مو يعني ما رحتوا تشريح على ادمي لا حقيقي لا يعني. لا لا دكتور بس هيدونك وهم ما بيه شغلات صحيحة. اي احنا كنا قبل يعني ناخذ يعني البشر حقيقيين، هذا يكون البشر يعني مشبع بالفورمالين، الفورمالين يسوي بريزرفيشن للتشو للخلايا، وبنفس الوقت ما يخليني اني مثلا اذا هذا مثلا يعني شلون هذا الشخص اللي انا دا اشرحه مثلا ميت فد انفكشن او فد شيء هو يقتلها، اي هاي فهمت الفورمالين. زين زين اني هذا هسه هو مثلا جابوا لي تيشو، بس هذا التيشو مستأصل من شخص، هذا افتهمته مو صحيح؟ اي نعم هسه اني اكو فد شيء اسمه السيرجيكال باثولوجي، اني قلت لكم اياه، هذا السيرجيكال يعني هذا خلال السيرجري هو انا مثلا طلعت بيشنت عليها قالوا انه مثلا انت بدك تشتغل بعمليه وشفت فد شيء غريب فتاخذ هاي عافية. اي القطعه وتجمدها. زين انا ليش اجمد؟ ليش مو قبل افحصها؟ مش ادري مو اني شلون احافظ على اسوي بريزرفيشن للتشو، ها اني يعني اريد اسوي ممكن تموت يعني؟ كونفكشن. لا مو قصة تموت، قصة اني اريد ابقيها. شوف هسه مثلا انت من تقص لحم وهو جامد، مو مثل من تقص لحم وهو مو جامد، ايه يصير القصة ما تضبط. اوكي يعني القصد الحفاظ على المورفولوجي والفانكشن مالتها؟ لا الفانكشن بعد راحت الفانكشن، انا شو بالفانكشن بعد راح، هو طلع التشو من الجسم، ما اشوف فانكشن بي، بس اني اريد اشوف مثلا، خلي اضرب لكم مثلا، اني هسه مثلا بيشنت عنده سرطان واني طابه ويا الجراح، الجراح يريد يشوف هل القصه مالته وصلت المرحله بعد ما بيها سرطان لو لا. تمام اوكي ايه فاني راح يقص لي في مكان معين ويقول لي افحصي لي هاي المنطقه، شوفيها بعد بها سرطان لو بعد، لو ماكو بعد، فراح اخذ هذا التشو الصغير واسوي له اجمده مباشره. زين من اجمده واقطعه واشوفها بالمجهر اشوف نوعيه الخليه شنو هي، نوعيه الخليه هي سرطانيه ولا لا، انواع زين السرطان دكتورة هواي مثلا طبعا. احنا شفنا وشخصنا، اذا ما مجمديها وسوينا نفحص يعني شنو راح نشوف؟ ما اذا اقدر شلون اقصه، مو شلون اقصه، شلون هو اقصه؟ قصها، هو يعني هو جمدها وهي يم المريض يعني بجسم المريض ولا شلون؟ لا لا لا، هو اول ما تطلع، اول ما تطلع اخذ تشو قليل وراسا اجمده، اسوي اكو هذا يسموه التثليج السريع، هو هو انا ما ياخذ لي هوايه، اي يعني اقصد ايه ياخذ لي قليل. ايه اي فاني هسه مثلا جيب لحمه، هسه اروح على لا امهاتكم دكتور واخذ والله انا لي. فاهمها يعني احنا هم بس انا اقصد يعني مثلا هسه احنا قصنا السيرجر وانطانا اياها نفحصها بس احنا جمدناها اول شيء مو بالله؟
من تتجمد اقدر افحصها بالسلاد تبين لي قطعه واحده، مو هيجي ما ادري شلونها راحت بايدي. التجميد هو يساعدني على انه تحافظ على شكلها، تمام. هذا قصدي، تحافظ ايه على شكلها. تمام. يعني من تنقص، من اني اجي اقصها حتى احطها على السلايد تنقص قصه بسيطه، اني احقصها، اني احقصها قصه ثانيه يعني حتى بسيطه يعني مثلا نشوفها شلون ما هي موجودة بالجسم بالضبط، ما بالضبط. اي تتغبط شكلها وتصير واحدة هنا واحدة هنا، هيك مو يعني. عافية، بالضبط، لأنه إذا بقت يعني مثل ما هي شكلها الحقيقي تتخربط. شلون أنا هسه أجيب لحم وهيجي أجعصها يعني كأنما. ايه تمام. إي فما راح أشوف شيء، ما راح أفتهم شيء. أوكي؟ اوكي دكتور. هسه افتهمت الفكرة، يعني هي فقط هذا الفرق. يعني لو، وطبعا بالفروزن أني آخذ يعني مو مثل هذاك التشو، ذاك بالفورمالين أقدر آخذ تشو كبير وأحطه بالفورمالين يبقى أسبوع شهر ايش قد ما أريد، بينما هاي لا، لازم آخذ تشو قليل حتى رسم بسرعة أسوي له فروزن واشتغل بنفس اللحظة وخلال العملية. اوكي، تمام دكتور. هسه ما دام انتم هنا، هسه اني هنا شو راح اسوي لكم. هسه راح شو راح ادز تسوي؟ لكم، راح انزلكم هاي الفورمة وهسه تملوها وتدزوا لي اياها. اوكي، اوكي وصلت لكم؟